وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. دكتور أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني كيف ننظر اليوم، خاصة بأن الصحف العالمية والمجلات تناولت اليوم العلاقات ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تصريحات الرئيس الأمريكي وقراره بتعليق شحنة أسلحة إلى إسرائيل؟ كيف من الممكن أن نقيم اليوم هذه العلاقة ما بين البيت الأبيض وما بين نتنياهو من ناحية، وهل تعتبر فعلا هي تغير في العلاقات ما بين الجانبين؟ صباح الخير. أولا في الحقيقة طبعا يعني هناك تطورات مهمة فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لكن في رأيي أن هناك يعني مجموعة من النقاط المهمة التي يجب أن يعني تطرح في هذا السياق. النقطة الأولى أنه هو السياق الانتخابي، يعني لحظة الانتخابات أو يعني هذا المتغير المهم له تأثير كبير على مسار هذه العلاقات. يعني بهذا المعنى أو من هذه الزاوية نتنياهو يدرك ضعف الإدارة الأمريكية الحالية، وهذا يفسر لماذا نتنياهو يحرص دائما أو لديه دائما استعداد إلى يعني تأكيد اختلافه مع الإدارة الحالية واستعداده لمخالفة توجهات الإدارة الأمريكية. هذا حدث أكثر من مرة عندما أعلنت الإدارة الأمريكية الحالية اختلافها مع حكومة نتنياهو فيما يتعلق بانتصار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما يتعلق بمسألة يعني الاجتياح يعني مدينة رفح الفلسطينية، فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها الإدارة الأمريكية لتشكيلة وتركيبة الحكومة الحالية داخل إسرائيل وهيمنة التيار اليميني المتطرف. ونذكر أن بايدن يعني في أحد يعني التسريبات تحدث عن ضرورة خروج عناصر اليمين الديني المتطرف من الحكومة، لكن رغم كل هذه المواقف الأمريكية نتنياهو تمسك بمواقفه فيما يتعلق بكل هذه الأمور. كل هذا يشير أو أحد تفسيراته هو أنه نتنياهو يدرك ضعف الإدارة الأمريكية الحالية. يعني دكتور، هل تتوقع هو يعني خلاف حقيقي ما بين الجانبين، أم أنه يعني خلاف على السطح ولربما تتغير الأمور، خاصة يعني بعدما أفردت صحيفة بوليتيكو مقابلة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي وأيضا يعني تحدث وهاجم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتصريحاته الأخيرة فيما يتعلق بتعليق إرسال شحنة الأسلحة إلى إسرائيل؟ يعني في تقديري أنه الأمور قد تعود يعني إلى حالة الوفاق الكبير بين الجانبين إذا حدث تغير في داخل البيت الأبيض بعد الانتخابات المقبلة. الافتراض المطروح هنا أنه عودة يعني ترامب قد يؤدي إلى مزيد من التوافق الأمريكي الإسرائيلي، وهذا راجع يعني إلى أو هذا الافتراض يعود إلى طبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في عهد الإدارة الأمريكية السابقة في عهد ترامب. أيضا يستند هذا الافتراض إلى التصريحات التي صدرت عن ترامب في الفترة الأخيرة والتي اتهم فيها بايدن بأنه يخون إسرائيل، فبالتالي هذا احتمال قائم أن العلاقات تعود إلى ما كانت عليه يعني في حالة عودة ترامب. لكن في رأيي أنه على المدى الأطول أنه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية قد تشهد مراجعة حقيقية، بمعنى أنه إذا افترضنا أن الإدارة الأمريكية الحالية أو المؤسسات الأمريكية بشكل عام يعني قامت بدراسة وخبرة هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكيف أن إسرائيل تحاول الخروج من يعني إطار العلاقة علاقة التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا طرحت الولايات المتحدة الأمريكية أو المؤسسات الأمريكية مجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بحجم تأثير أو الضرر الذي وقع على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا العدوان، أعتقد أن هذا
قد يقود المؤسسات الأمريكية إلى إجراء مراجعة حقيقية لطبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. وأعتقد في هذا الإطار الولايات المتحدة الأمريكية ربما تخلص إلى مجموعة من الإجابات أو الاستنتاجات المهمة، منها الأضرار التي لحقت بصورة الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي وأقصى صورتها هنا باعتبار أنها دولة قوة عظمى يجب أن أو من المنطقي أن يكون لديها قدرة أكبر على إدارة الأزمات الإقليمية. لكن ما حدث أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت عاجزة في مواجهة دولة بحجم إسرائيل في يعني في سياق هذه الأزمة. أعتقد هذه نقطة مهمة يجب أن تخلص إليها أي مراجعة أمريكية للعلاقة مع إسرائيل وحجم الضرر الذي أصاب الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تعنت إسرائيل وبسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أيضا تضررت صورة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة تحمي القيم الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي والتي دافعت عنها الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها القيم الخاصة بحقوق الإنسان. فبالتالي هناك أمور يجب أن تكون واضحة لدى المؤسسات الأمريكية، ليس فقط لدى الإدارات الأمريكية سواء الإدارة الجمهورية أو ديمقراطية، لكن الأمر في رأيي أصبح يتجاوز يعني مسألة التوجهات السياسية لأي من الإدارتين الديمقراطية أو الجمهورية. الأمر أصبح يتعلق بخسائر حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذه السياسات الإسرائيلية. صورة الولايات المتحدة الأمريكية تضررت يعني في النظام العالمي، أيضا علاقاتها مع منطقة الشرق الأوسط من المتوقع أيضا أن تتضرر في ظل يعني انحياز كبير للولايات المتحدة الأمريكية، أو إذا افترضنا استمرار هذا الانحياز على حساب قضية مركزية في المنطقة وهي القضية الفلسطينية. نعم دكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أشكرك كل الشكر على هذه الإيضاحات والتفاصيل المهمة.